شكلي لها دكتور. العربية اللي جابتك هتوصلك مطرح ما جيت. وصل الدكتور يا سلام. لو كنت فاكر اللي عملته هيشفق لك عندي تبقى الرصاصة لعبت في دماغك مش في كتفك. جرب معلم فودة. مش أنا اللي أطلب شفاعة من حد ولا نخ قدامه. اللي أنت فيه ده اللي أنت فيه ده ما جاش بالصدفة. العملة اللي أنت عملتها في بضاعة المعلم عرابي هي اللي جرتنا لتكون. سبق وفهمت. بضاعة عرابي دي كانت جايه على اسمي، بس انا كنت حابس تمنها لحد ما اشوف لي صرفه معاك. لما لقى اتصرفت افتكرني باكلها عليه، عمل عملته وجت في حضرتك. طالما جت في حضرتي يبقى مالكش فيه. انت بقى تقعد تتفرج وتسمع وتستنى خبره يجيلك. اربط عندك بقى يا سيد وكفايه كده. الله، انت فاكر نفسك ايه؟ قلبت السوق على معلمين وعامل نفسك كبير وانت لسه اخضر. انا لحد الاخر مكبر ابوك وعايد نفسي عنك كرامه ليه. لكن لو انت بقولك يا معلم فودة، حل روحك على بقى وسيرته اللي لا بيني وبينك. ماشي ماشي يا سيد ابو خرست، تمامك عندي اللي سبق وامرتك بيه. حق البضاعه فيها غرامتك في ظرف يومين مش اكتر، وإلا عليا الحرام هعلقلك صاحبك في اوسخ خطاف عندي في المجزر، وهبعتلك جدته نساير تفرق منها على كلاب السكك. يبقى انت كده هبت منك وجيت مع اللي ما بيرحمش. صلاح هيرجع وصاغ سليم كمان، وبضاعتك تنساها ومالكش مليم عندي عشان ما تخلقش بني ادم لسه اللي هي له دراع سيد بوخارست. ليه يا عمر؟ عملت كده ليه؟ فارق معاك قوي اللي جرالي؟ لا ما تتكلمش معايا كده. طلع يا اخويا كل اللي في عندك من غير لف ولا دوران. انا امك واكتر واحده عارفك في الدنيا. عارفاني بأمارت ايه؟ بالقشين بتيجي تلمهم لي كل شهر، ولا بالشويتين اللي تيجي تقعديهم معايا وتبقى عايزه تمشي؟ يا حبيبي انت مالك؟ فيك ايه يا عمر؟ انا تعبت يا عمر. مش هقول لك انك وحشتيني، ولا هقول لك ان ابنك اللي بترجع حضنك، هقول لك ان عيل ضايع نفسه يتربى وسط ناس كويسين. خديني يا ست ربنا يسترها. أنا جدع أوي راجل وعجبك، مش مهم حتى تقولهم أنا مين، إن شاء الله تقولهم إن عيل يتيم بتربيك. بس متسيبنيش أنا، أغصى عليك يا عمر. يوه ما تقولش الكلام ده. طب ورحمت أمي أنا بقدر أستحمل. ليه يا عمر؟ ليه يا حبيبي بتقول لأمك الكلام ده؟ أغصى عليك، هتبقى أنت والدنيا عليا. خلاص يا حبيبي خلاص، اديني بس يومين شويه وقت قد كده يا اخويا وانا هدبر حالي وهاخدك من هنا. والله يا حبيب قلب امك، خلاص انا وانت هنعيش مع بعض. ماشي اتفقنا. برضه ما لقيتوش؟ سالت عم سلطان قال لي ان هو شافه مع المعلم فودة، جايز راح مشوار بقى هو ده اللي اخره. مشوار؟ طب انا راضيه ذمتك. اخو كده عنده دم يسيبني كده متلفحه فرحتي ويروح يتسمر مع ليس ولا مسواش؟ الحمد لله على السلامه يا نصر. الله يسلمك يا اخوي. ايه ده؟ هو انتوا لسه ما خلصتوش؟ سيد في مشوار وتليفونه مقفول وخلاص القلق كل دماغنا كلنا. مشوار ايه؟ قولي انت بقى، ده يرضي ربنا وانت سايباني في يوم زي ده؟ يا اختي اخرجي من نفوخي، هو انت مش لاقيه هتدوري عليا؟ يا سيد كنت فين؟ ايه يا سيد كل ده؟ مش تطمنا عليك؟ حصل ايه بس؟ في حاجه يا سيد ولا ايه؟ انت كويس يا اخويا؟ مال وشك؟ انا تمام مفيش حاجه. يلا على وادكو، يلا هعمل لك كوبايه شاي. تعالى ميسا عايزك. تعالى. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بس يا ميسا ما تلاقيش، انا تمام. أنا كل مضايقني إن أنا بوظتلك الليلة بتاعتك. بس ملعون أبو الليلة، المهم إن أنت بخير. وحياة أبويا اللي هعملك ليلة أحلى من دي 30 مرة. يا سيد يا
يا سيد، انا بترجاك من الدنيا دي كلها ومش عايز غيرك.